نورتنا الله يحفظك النجم السوري سامر المصري، نورت بيت الفن. الله يسلمك. كيف كانت الرحلة؟ الحمد لله ان شاء الله ممتازم. تمام. الشام شامنا لو الزمن ضامنا. الله الله. قيل عنك طبعا انك اصبحت رمز للقوه وايقونه طبعا بالنسبه للشخصيات اللي قدمتها في عده مسلسلات، كيف ترى ذلك؟ انا قوي لان انا كل ما نويت انسى لك الذكرى ترجعني. بيت الشهرة. بيت الشهرة. ما شاء الله انت مشهور، مو ناقص انك شهرة. الحمد لله. بيت الاسرار. بيت الاسرار. عندك اسرار كثيره. قال فوق النخل فوق فوق يا با فوق النخل فوق. الله. ما ادري لا ما خدا يا با ما ادري القومه فوق. بس دقيقه جاني تليفون. الو، ممكن اعرف مين هذا اللي انا قاعد عنده؟ ما حدا رح يجاوبك صدقني. في فنان ممكن يعني يكون رأي عام وفي لا. قد ايه صار لك ما رحت على الشام؟ 8 سنين. ليه؟ مشان واجبك. تسلم. ولبسنا ثياب العقيد وما عاد شلحناهم. صحيح هذا الحكي ولا لا؟ شلحناهم من 10 سنين. يعني خياري انا ما بدي يصير غوار الطوشة، عرفت؟ أقضي حياتي كلها على دور. كيفك أنت والشائعات ومشاكل السوشيال ميديا؟ ممتاز. مالك مضطر تخلي اسمك عم يدور؟ ماني مضطر، اسمي عم يدور أوردي. أنا غبت عن المسلسل الشهير باب الحارة 8 سنين وضليت أنا بطله، بطله الغائب، فما في داعي. سامر المصري. برأيك الشهرة مثل أبيض وأسود؟ الشهرة أبيض وأسود؟ طبعاً أبيض وأسود. أخبار كاذبة إنه سامر المصري علاقاته العاطفية غامضة. هذا دليل إنه أنت لك مطبات وطلعات ونزلات وفوتات. حاولتني ممكن تهدى طيام. يا على اليمين يا على اليسار. أنا بعرفك أنت كثير بتركز. حدا دفشك هالدفشة ولا اختاروك؟ والله اختاروني. والله سمعت انه اندفشوك اياها. لكن بهوليود ما في واسطه، ما في واسطه. بلكي مثل عنا الواسطه بس بالدول العربيه. الفن نفوذ لما انت بتكون راي عام، يعني انت فيك تطرح اي قضيه للراي العام. الاراء هي مجانيه على فكره.